اولا يا اصدقائي، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم. اللهم يا من تجيب المضطر اذا دعاك، ويا من تكشف عنه السوء، اللهم اكشف السوء عن اخواننا في فلسطين. اللهم عليك بالاسرائيليين وبكل شخص يريد قتل الاطفال الابرياء والشيوخ الابرياء وجميع من هم ابرياء في فلسطين. اللهم كن مع المجاهدين يا رب العالمين. دعاء يا اصدقائي، ادعوا لاخواننا في فلسطين وان شاء الله الله ينصرهم. طبعا من هون من ادلب عم ندعي لكم هذا الدعاء، ونحن معكم، الوجع واحد ونحن عم نحس فيكم. الله يحميكم يا رب، وهذا اللي فينا نعمل، وما فينا نعمل اكثر من هيك. الله يحفظكم يا رب ويخلصكم من هالظلام ويبعد هالمحتل، وان شاء الله بتتحرر، وان شاء الله بتتحرر فلسطين وبترجع مثل الاول، وان شاء الله بتتحرر غزه وبترجع مثل الاول واحسن ان شاء الله، وقريبا النصر باذن الله. أصدقائي، فيديو اليوم هو طبعا على طلبكم، جبت تمارين هي لتقوية القدم. طبعا فيه تمارين لتقوية القدم، عندك خطوتين. الخطوة الأولى التمارين، والتمارين هي طبعا ما راح تخطر على بالكم، لتكون تسديدها قوية. تمارين المعدة السفلية لها علاقة بقوة التسديدي، تمارين الفخذ كمان لها علاقة بقوة التسديدي يا أصدقائي. طبعا اليوم راح أجيب لكم التمارين، والشلام هو التكنيك التسديدي، كيف تروح على الكرة وكيف تشوطها حتى تروح تسديدتك صاروخية. تابعوا معنا الشرح، مشاهدة ممتعة. أصدقائي يلا بينا على التمارين. التمرين الأول راح نشتغل على المعدة السفلية، هذا هو التمرين. أصدقائي هذا التمرين الأول، بتعمله 3 جولات، كل جولة بتعد 10 عدات بالبداية، وكل ما بتشوف حالك بتقدر تعد أكثر، عد أكثر وتطور يا أصدقاء. التمرين الثاني بتعمل هيك، خلي اجرك فوق ما لازم تنزل على الارض، بيلات اجريه. هذا هو التمرين الثاني يا اصدقائي، كمان 10 عدات، كل روحه القدم والثاني تعد 1، قدم والثاني 2، تمام يا اصدقاء؟ هذا هو التمرين الثاني للمعدة. التمرين الثالث نشتغل على اطراف المعدة، كمان هاي بتفيد بالتقوية. تعيد 10 عدات تبدل على القدم الثاني. تمام يا اصدقاء، هي تمارين المعدة. يلا بينا على تمارين الفخذ، يلا بينا يا اصدقاء. التمرين الاول يا اصدقائي راح نشغل العضلات كاملة بالسكواد. تنزل هيك زاوية قائمة، شوف تنزل هيك زاوية قائمة، يلف وراك، جلس ظهرك، تطلع 1 2 3، تمام؟ هذا التمرين يا أصدقائي بتعد 10 عدات، وبعدين تريح شوي، 10 عدات، تريح شوي، 10 عدات، 3 جولات كمان، كل تمرين راح أحكي عنه فهمها 3 جولات. أصدقائي تمارين القدم حكينا أول شيء كامل، بعدين راح نجي على القدم العضلي الأمامية للفخذ، تمام؟ تابع التمرين، بتحط قدمك هاي ورا وإيدك ورا ظهرك، تمام؟ وبتنزل ايديك ورا ظهرك، تنزل هيك، تنزل بتلمس الارض، ما لازم تلمسها يعني قريب تلمس الارض. اشوف احكي احكي وقتها تطلع راسك مع البيت، اجرين بيناتك ما هيك، يلا تمام عاد، يلا تطلع هيك، تنزل 1 2 3 4، راح تحس بتعب هون، 5 6 7 8 9 10، بتبدل على القدم الثاني، 1 قرب قدر الاستطاعة، كل ما قربت راح يصير التمرين أصعب، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أصدقائي هذا التمرين اللي راح أحكي عنه هلأ من أهم التمارين، وأكثر تمرين راح يجهد قدمك، وأكثر تمرين عليه إفادة. تابع التمرين، تقعد هيك، تمام يا أصدقاء، بتقعد هيك بهاي الطريقة، تقعد هيك، إيديك تحطهم هون، زاوية قائمة، لا تنزل كثير، تمام، ولا ترفع كثير، تنزل زاوية قائمة هيك، وبتجلس هيك. بالبداية راح تحسها سهلة، بس بعدين راح تشغل العضلات كلها، وراح تشغل هاي العضلة وهاي العضلة، تجلس هيك بتعد 30 ثانية، تمام؟ 30، بعدين بتريح، تجلس هيك،
بتريح 10 ثواني وبترجع بتعيدها زاوية قائمة. هي طلع هون ثابتة تمام وثبت، راح تحس بوجع. بتريح بعد 30 ثانية الجولة الأخيرة، الجولة الأخيرة بتعمل لحتى ما عاد تقدر توقف، لحتى تفلك فلك تمام. لأن هاي الجولة الأخيرة يا أصدقائي أكثر جولة راح تفيدك وراح تقويك. هاي هي التمارين للفخذ وتمارين المعدة. هاي التمارين تتمرنها يوم إيه يوم لا، بالبداية راح تحس بتعضيل بس بعد أسبوع راح تحس بفرق كبير وراح تحس بقوة كبيرة لقدميك. يلا بينا ننتقل على الخطوة الثانية اللي هي خطوة التكنيك، كيف تشوط الكرة حتى الكرة تروح قوية. وأنا بتوقع إنه ها هو التكنيك هو السبب الأكبر لقوة التسديد تمام. هدول سبب كبير بس السبب الأكبر تكنيك التسديد، كيف تشوط الكرة تمام. يلا بينا على الشرح. أصدقائي التسديد راح يكون بهذا المكان من القدم. شوف قرب قرب لعندي أنا والطابق. التسديد راح يكون بهذا المكان من القدم، هاي هي العظمة، هاي هو المنطقة أقوى شيء لتسديد الكرة. والكرة بتشوطها من تحت يا أصدقاء، بتشوطها من تحت وبتشوطها هيك ها على العظمة تمام. شوفوا كيف على العظمة على العظمة ها. والتسديد راح تروح صاروخ أنا ضمنان. تابع شوف كم تسديد راح سدد ولسه في خطوات ثانية لنكمل معكم. أصدقائي شوف ركز هاي الخطوة، بترجع أربع خطوات أو أكثر، أقل شيء لازم ترجع أربع خطوات لورا. حطيت قدمك عدينا واحد اثنين ثلاثة أربعة تمام يا أصدقاء. وبتنطلق وبتنطلق بكل سرعتك، وركز على قدمي هاي قبل التسديد، وركز على قدمي هاي وين راح تكون، راح أرجع على الشرح. أصدقائي ركزوا على قدمي الضعيفة جنب الكرة مباشرة، والقدم اللي راح شوط فيها كيف مرتفعة على قدر الاستطاعة. ارفع قدمك اللي راح تشوط فيها للوراء قبل التسديد، وهيك راح تطلع تسديدتك صاروخي وانا راح اضمنها ان شاء الله يا أصدقائي. اللي وصل لهي المرحلة لا تنسى اللايك يا صديقي العزيز. يلا يا أبطال شاهدوا الفيديو. شفت التسديدات الصاروخية طبعا بعد ما تمرنت هاي التمارين فترة حتى هيك مشي حالي أصدقائي. هيك كنا وصلنا لهذا الفيديو، شكرا لكم على المشاهدة وإن شاء الله يكون عجبكم الشرح يا أصدقاء. وأي شخص منكم عنده مشكلة يكتب ليها بالكومنتات. وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة أفضل الصلاة والتم التسليم والسلام.